المصنع الحديد والصلب وفراغه من محتواه وبيع سكرابه وتفليشه. والله وين هذا؟ مو هذا اكبر مصنع استراتيجي؟ انا جيت البصره محافظ 2003 شغلت البتروكيماويات وشغلت معمل الاسمده والذي يعد من افضل معامل الاسمده في العراق، حتى افضل من المعمل اللي موجود اعتقد في بادوش او بالبصره باللبنين. وشغلت معمل اسمنت ام قصر. عصى علينا معمل الحديد والصلب، وجاءت شركات كثيره، وانا رحت زرت شركه الفولاذ اللي هي في خوزستان، يا بتعالوا انتم تعالوا شغلوا لنا هذا، يعني حركه اعمار، فانت محتاج الحديد بمختلف انواعه. اخر شيء اجت شركه، يا بشنو هاي الشركه؟ قالوا هاي الشركه راح هي تعالج الموقف. طيب من تركيا رحت مع ورا الصديق، قال هاي الشركه التركيه اللي عندكم معمل الحديد والصلب ترى كرديه وليست تركيه. ما شاء الله، اللي اشتغلت مشروع الحديد والصلب. قلت له شلون؟ قال كرديه وليست تركيه. تعرف ليش حضرتك؟ ايه، لان اكو معمل للحديد والصلب في اربيل انتاجيته بالسنه 1400 طن. طيب انتاجيته 1400 طن، فانت اذا تصلح هاي المعمل مال الحديد والصلب مال البصره، هاي المنطقه الجنوبيه اخو، مو تروح الاربيل تروح تجيب حديد، فاكو تاخير بهذا المشروع. الان اعتقد وبيع سكراب هسه 3 4 فككو سكراب بدت حملته من 2003 ايام اللي كانت فوضى وما كانت دوله يعني مشكله، فصدرنا قرار من مجلس الحكم في وقت الاخ الدكتور اياد علاوي انه يمنع الحصو كان يعبر للكويت، احد المعممين كان من طي بالخير. اي والله كان من طي، طلع لي العقد انا بالكويت، شنو هاي؟ قال هو انا اتفقت ويا هذا الشخص، قلت له هذا الشخص محافظ وزير شنو؟ رئيس مجلس حكوم، عمي هذا رجل معمم شنو علاقته بالحصو؟ قال هو قال لي، قلت له شنو قال لك؟ وانا شلون تريدني انا امشي بهذا الطريقه؟ انا ما عندي صلاحيه اسوي لك هذا العقد، لان هذا تابع الى وزاره الصناعه. يطلعون ويقيسون المكان ويحسبون الحصو ماله وبيش المترة ينطونك، ما اعرف الان هاي السوالف مو شغلي. فانا لا انطيك ولا شيء ولا كذا، هذا عشان يبيع الحصو مال وزاره صناعه المعادن للكويت؟ ياخذونها ومن هناك تمر على الطريق العسكري، عندهم اكو طريق عسكري ويروح. ف ميناء اذن الثلاث مشاريع استمرن، لكن التلكؤ وين بقى؟ في معمل الحديد والصلب. شنو السر؟ ما ندري. السكراب ينقل، ومو بس سكراب، اي مكاين سي ان سي والدنيا والكذا والهاي ومبالغ جاي تطلع للاقليم؟ تروح للاقليم تروح لغير مكان ما اعرف انا يعني. بس زين جنابك ايش قد قعدت محافظ؟ فد سؤال هيك. سنه. هسه ايش قد صار لسعد العيداني محافظ البصره برايك؟ كان 4 سنين. اكثر من 4 سنوات. اي ليش ما فعل موضوع الحديد والصلب اذا هذا مشروع استراتيجي؟ والله هسه جنابك بثلاث اشهر شغلت 3 معامل استراتيجيه. اي والله هسه صار 4 سنوات شويه، ليش الحديد والصلب ما جاي يشتغل؟ الفيتو منين؟ من وراي يخربونها. لا الفيتو منين حتى ما نشغل اكبر معمل استراتيجي للحديد؟ جيراننا مأذيننا شويه. جيراننا شمرون طابوك شو يسوون؟ اي والله.